السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم جبت لكم وصفة لبانية بالخضر. إليكم المقادير: عندي بصلة مرابية خلوها بها بماها، زيتون مقطع، حبة زرودية رابي تاني خلوها بها بماها، والكاشيخ، وعندي فلفل أحمر، شوية حرور، وشوية ليزيبيس تاع الدجاج، وشوية ملح ما تكثروش الملح، وباكي ليفيغ، ونلموها بالفارينة. نبدأ على بركة الله. بسم الله. عندي زرودية رابيتها بصح خليها بها بماها، عندي البصل تاني رابي خلو به بماه، والزيتون مقطع تاني مغلي قلحت منه كاع الملح، وعندي الكاشير، وهنايا عندي ليزيبيس، فلفل أحمر، شوية ملح، وكاري تاع الدجاج، ولا شوية حرور. نخلطو كاع المكونات ونولو نديرو بالفارينة على حساب لي تلم. نولو نلمو بالفارينة ونزيدو الباكي تاع الخميرة، ما نديرو لا ما لا والو، غير هذاك الما تاع البصل نلمو بيه، الما تاع البصل ولا نلمو. وعلى حساب الخليط لي يتلم لنا نديرو غير بشويه الفارينة. العجينة تاعي هاي هاي تتلصق، دوك نديرو الفارينة، ندير شويه فارينة ونحلها بالحلال، نرش شويه فارينة ونطبعها بالطابع، نديرها دوائر ونحطها، نفرش البلاط تاعي بالبابي كويسون، طابع ها وين مدور، نحلها دوائر ونحطوهم بابي كويسون غير شويه حتى 5 دقائق يرتاحوا ونقلوهم. ديرو بابي كويسون باه ما يلصقوش. ضربو، درنا المقلة ودرنا الزيت تسخن، دوك نحطو البيني تاعنا يتقلى. قيسو فيه الزيت، ما نطلبوش النار عليه، راه شوف تقلى مليح ما يقعدش خضر عجين بالداخل. راهم لي بيني تاوعي راني كملتهم، حليتهم ودرت فيهم جبن طاري، حلوهم بالخدمي، حلوهم وديروا في وسطهم جبن الطاري. ها راه البنية تاعي راني درت لهم الجبن الطاري، جاو خفاف وظراف، عشا بالخف حتى 5 دقائق بالصحة والهنا. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وشكرا.